السلام عليكم، جبت رشمه جديده بغيت نطبقها معكم. خدمت النص ديالها من قبل، بقى هاد بقى غير هاد السطر هذا نشاركو معكم، وهاد العريشات غنبداو على بركه الله. غادي نعمرو هذا، غنبداو بثلاثه العقيقات تمدوه من الفوق. تمشيو بثلاثة العقيقات، حتى تخدمتها بكتر أربعة العقيقات تاهما تيجيو مزيانين. أنا فضلت نديرها غير بثلاثة العقيقات باش تجي رقيقة وزوينة. نتمنى هاد الرشيمة تعجبكم. هادو غير الكمام توق خدمتو، غادي نطلعو ما بين هاد العقيق هذا باش نكملو هاد السطر هذا. ما بين العقيق ما غاديش يبان الخيط.
دابا غنعمرو هاد المثلث هذا بالصفر، حتى هو نبداو من الفوق ثلاثه هاد الرقيق، خرج رقيق بزاف البلا ما تبغيش تدخل منه. هو راه صدق زوين، جربتو صبنتو ما خسرش هاد النوع هاد الرقيق في الاف جي بي. الشكارة ديالو دايره 25 درهم. نرجعو ما بين الرقيق، ضربات خفاف ما يبانوش الجهة الأخرى. حتى إلا بانت لك شي عقيقة واقفة في شي سطر، أرجعي دخلي معاها وعطيها شوية اتساع وغادي ترجع تصلح بحال رقعتيها بلا ما تسربي. ننتقلوا للمثلث الاخر، نخدمو توا بنفس الطريقة.
عندنا هذا الفري هذا هذا المثلث هو غنخدمو وغادي ندوزو باللقيق نخدمو بنفس الطريقة نبداو من الفوق تنضربو جهة بجهة باش يجينا المثلث مقاد نضرب سبعة غادي نفك غادي ننتقلو للجهة التانية كملنا تطبيق هاد الرشمة هادي هادو غير الكمام غنوريكم الصدر كيفاش جا هدا هو الصدر ديالها زايدة على الكمام زايدين في هاد ليسباس هادو مع هاد اللويزات شركناها بهاد العقيق ديال القمحة والمزروع غنوريكم دابا الطريقة ديال القب كيفاش نخدمو بلا ما نخرجو الخيط الواجهاتي أنا خدمتو من الفوق ما خرجت الخيط وغادي نخدمو من الداخل وما غاديش نخرج الخيط يعني تنتم غادية بحال تنبل في الثوب غير في داك البلي اللي متني بحال هكا جوج مزروعات تندير لهم بحال هكا ترجع من وسطهم في الثانية وتنخلي واحد شوية تنطلع بالبر باش تجي لا ثابتة تنضربو هاد القميحة ناخدو جوج دقيقات ديال الزمرد تنضربو مع الوسط ترجع ونخرج بحال هكا من الوسط باش ما يبقاش يبان الخيط نوسطهم منهم ولا يبقاو يتململول ثاني بحال هكا بالعكس ترجع من وسط خلات البلاف صبعي هكا
كاين اللي تيبغي العقيق مدوبل في القب، كاين اللي ما تيبغيش، على حسب الكليان. بحال هكا هكا، نتمنى هاد الرشيمة هادي تعجبكم ويعجبكم التطبيق ديالها، ونكون وصلت لكم طريقة الشرح نال إعجابكم، ووصلت لكم فكرة زوينة على هاد التطبيق ديال هاد الرشمة هادي. وما تنسونيش بالدعم ديالكم واللايك ديالكم والاشتراك في القناة، وشكرا، نتلاقاو في فيديو آخر إن شاء الله.